السلام عليكم طلاب الصف السابع في أكاديمية التطبيقات الذكية. اليوم راح نبدأ بالوحدة الجديدة في مادة العلوم عن الضوء. احنا بنعرف ان الضوء مهم جدا في حياتنا، بيمكننا من رؤية الأجسام، ومصدر الضوء اللي موجود على سطح الكرة الأرضية هو الشمس. الآن بدنا نتعرف، راح نحكي عن أنواع الموجات الموجودة في الكون. تقسم هاي الموجات إلى نوعين، ميكانيكية وكهرومغناطيسية. ميكانيكية هي الموجات اللي بتحتاج لوسط ناقل عشان تنتقل من خلاله، مثل موجات الصوت. الصوت عشان ينتقل من مكان إلى آخر ينتقل عن طريق مادة صلبة أو سائلة أو حتى غازية زي الهواء، لكنه لا ينتقل في الفراغ. والدليل على ذلك رواد الفضاء موجودين في الفضاء ما لا يستطيعوا سماع بعضهم، لأنه في الفضاء لا يوجد هواء، فبالتالي لا يستطيع أنه ينتقل الصوت لأنه فراغ. هاي بالنسبة للموجات الميكانيكية. أما النوع الآخر من الموجات اللي هي كهرومغناطيسية. ما معنى موجات كهرومغناطيسية؟ اللي هي ما بتحتاج لوسط لتنتقل فيه، وتنتقل في جميع الاتجاهات. ومثال عليها الضوء المرئي اللي هو ضوء الشمس الذي أستطيع رؤيته. إحنا الآن على سطح الكرة الأرضية أستطيع رؤية ضوء الشمس أو ضوء النجوم، بالرغم من أنه يوجد فراغ أو فضاء ما بين الشمس وما بين الكرة الأرضية، لكني أستطيع رؤية الضوء ويصل إلى الأرض، لأنه ما بيحتاج لوسط أنه ينتقل من خلاله. إجوا العلماء قاموا بترتيب الموجات الكهرومغناطيسية في طيف أطلقوا عليه اسم الطيف الكهرومغناطيسي. طيف كهرومغناطيسي اللي هي عبارة عن مجموعة من الموجات الكهرومغناطيسية. هاي الموجات الكهرومغناطيسية يا سابع تقسم إلى مجموعتين، قسمهم إلى مجموعتين، مجموعة الموجات مرئية وموجات غير مرئية. شو يعني طيف أو طيف مرئي؟ طيف مرئي بمعنى أستطيع رؤيته، مثل ضوء الشمس، ضوء من الضوء المرئي من موجات الكهرومغناطيسية التي أستطيع رؤيتها، اللي بنسميه لذلك بنسميه الطيف المرئي. لكن في مجموعة أخرى لا أستطيع رؤيتها، اللي بنسميها الطيف الغير مرئي. الآن طلعوا لي على الطيف الكهرومغناطيسي الموجود أمامنا، بيضم مجموعتين، حكينا طيف مرئي وطيف غير مرئي. خلينا نأخذ مثل أمثلة على الطيف الغير مرئي التي لا أستطيع رؤيتها. عندنا موجات الراديو، موجات الستلايت، حتى ريموت التلفزيون انت ماسكه بايدك وتقوم بالتقليب على التلفاز، بينتقل موجات من الريموت الى التلفاز عشان يغير القناه، لكن لا استطيع رؤيه هاي الموجات. لاحظ انها عباره عن طيف بنسميه طيف غير مرئي. ايضا من الطيف الغير مرئي في عندنا كمان فوق البنفسجيه تحت الحمراء، في عندنا الاشعه السينيه اللي بنستخدمها في تصوير اي العظم، اذا في حال حدوث كسر يخترق الجلد وبالتالي يصل الى العظم ويصور لنا اياه، ايضا هي لا استطيع رؤيتها. في عندنا موجات الراديو وموجات الميكروويف، اذا هي كلها تتبع في الطيف الغير مرئي التابع على الموجات الكهرومغناطيسيه. ايضا في جزء من الطيف الكهرومغناطيسي اللي هو الضوء المرئي. الضوء المرئي اللي هو ضوء الشمس الابيض استطيع رؤيته. طبعا هذا الضوء الابيض او ضوء الشمس اذا مر من خلال منشور او قطرات ماء فانه بيتحلل الى الوان الطيف السبعه، تبدا بالاحمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي وبنفسجي، تتحلل الى الوان الطيف السبعه. اذا هاي هي الموجات الكهرومغناطيسيه اللي رتبناها في طيف يسمى بالطيف المرئي، الطيف الكهرومغناطيسي اللي بيضم طيف مرئي وطيف غير مرئي. اللي حديثنا راح يكون عن الضوء المرئي، ضوء الابيض الشمس، الضوء المرئي. الان راح نتحدث عن خصائص الضوء، نرجعها لانها مرت معكم في السنوات السابقه. اول واحده ان الضوء له سرعه عاليه جدا. بنلاحظ في فصل الشتاء نرى البرق اولا ثم نسمع الرعد، لان الضوء اسرع من الصوت، والسرعه تعتبر سرعه الضوء من اسرع او سرعته عاليه جدا واسرع سرعه تمكن العلماء من قياسها. ثانيا الضوء يسير في خطوط مستقيمه وفي جميع الاتجاهات. ثالثا ان الضوء يستطيع ان يمر من خلال الاجسام الشفافه ولا ينفذ او لا يمر من خلال الاجسام المعتمه، والاجسام الشفافه والمعتمه ايضا اخذناها بسنوات سابقه، شفافه تسمح بمرور الضوء من خلالها مثل الزجاج، والمعتمه التي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها مثل الخشب او الورق. الان لاحظ بالصوره يتكون الظل، الظل يتكون فقط للاجسام المعتمه، ليش؟ لانها تحجب هاي الاجسام المعتمه اشعه الضوء في مناطق معينه.
إذا نعيد كم مرة، لاحظ عندنا هون بهاي الصورة مكعب وكرة ومنشور زجاجي مصنوع من الزجاج. الظل تكون للمكعب والكرة لأنه كلاهما أجسام معتمة، ولم يتكون للمنشور الزجاجي لأنه جسم شفاف. إذا نعيد كمان مرة، خصائص الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة في جميع الاتجاهات، للضوء سرعة عالية، ينفذ عبر الأجسام الشفافة ولا ينفذ عبر الأجسام المعتمة، ويتكون ظل الأجسام المعتمة نتيجة حجبها للضوء. الآن رح نتحدث عن خاصية أخرى من خصائص الضوء اللي هو انعكاس الضوء. إذا أحضرنا مرآة وسلطناها على أشعة الشمس، فبنلاحظ إنه أشعة الشمس رح تنعكس باتجاه الآخر. هاي الظاهرة اللي إحنا بنسميها انعكاس الضوء. انعكاس الضوء اللي هو ارتداد الضوء عند سقوطه على سطح ما. يوجد عندي نوعين للانعكاس حسب نوع السطح اللي يسقط عليه الضوء. أول نوع من الانعكاس إذا سقط الضوء على سطح مسقول أملس مستوي مثل سطح الماء المستقيم أو مثل المرآة، فإنه رح تنعكس كل الأشعة باتجاه واحد. هذا الانعكاس بنسميه انعكاس منتظم. لاحظ بالانعكاس المنتظم رح يتكون صورة للجسم. كيف تكونت صورة لل يوزع في الماء الراكد الماء الهادئ، وإذا نظرت للمرآة يتكون صورة لجسمنا. نوع ثاني من الانعكاس إذا سقط الضوء على سطح خشن غير مسقولة زي حجارة سجادة، فإن الضوء رح ينعكس باتجاهات مختلفة، وهذا بنسميه انعكاس غير منتظم. لاحظ كيف هون سطح الماء غير مسقول مثل قبل قليل، إذا هذا انعكاس غير منتظم وهو بفيدنا في رؤية الأجسام. الآن كيف أرى الجسم معين؟ عندي أمامي جسم، كيف أستطيع رؤية هذا الجسم؟ أولاً يسقط الضوء على الجسم من مصدر الضوء، إما من المصباح أو من الشمس، يسقط الضوء على الجسم بينعكس إلى العين. الآن العين عند وصول الضوء إلى العين، المنعكس الضوء المنعكس إلى العين بيوصل إلى، في عنا رسائل بتكون أو في عنا أعصاب في العين بتوصل رسالة إلى الدماغ عشان تستطيع تحديد أو بترجم هاي الرسالة لصورة هذا الشكل أو هذا الجسم. إذا هاي هي كيف أرى الأجسام. المرة الجاية يا سابع رح نحكي عن قوانين الانعكاس. رح يكون عندك واجب تلخيص خصائص الضوء والموجات اللي قبل قليل عرضتها عليكم. يعطيكم العافية سابع.